بتدخل على المنيو اهو، انا هطلع لك من بره خالص، اسكيب اهو، بتطلع بتدخل على المنيو. اول حاجه بتدخل على كوردينيت يعني احداثيات، تدخل على الاو سي سي اورينتيشن يعني رفع بي معلوميه نقطه الاحداثيات اللي انا واقف عليها، بحط له النقطه زي ما هي موجوده كده. انا حطيتها اهو، الحاجات دي موجوده عنده احداثيات. انا حطيت هنا الزد الاي وادي الان بتاعتي، تمام، الاحداثي الشرقي وادي الاحداثي الشمالي، وهنا عندك ايه الزد اللي هو المنسوب. عندك هنا بي تي يعني بوينت، اختصار بوينت النقطه، اتش اي اللي هو ارتفاع الجهاز، تمام. بتبدا تقول له اوكي. لو انت عايز تشتغل بطريقه الريسكشن بتضغط هنا، هي المنطقه الحره. لو انت قلت له ريسكشن دلوقتي هيقول لك ايه ان زد، اه بقول له اوكي انتر، بيقول لي وجه على النقطه الاولانيه. اللي انت عايز تعمل بها ربط، دي النقطه الاولانيه مثلا، اروح موجه مثلا على العمود اللي هناك ده اللي هو النقطه الاولانيه. طب لو انا عايز اشتغل على زي ما انا شغال كده النقطه اللي انا واقف عليها اللي انا سملت عليها ورحت عاملها، فبعمل ايه؟ بحط له احداثيات النقطه زي ما انا عملتها كده زي ما انا شغال، واقول له بي اس اي ان اي زد، انا اشتغل احداثيات. طب لو بي اس اي از اي زد يعني زوايا ومناسيب بس، لا انا اشتغل هنا بي اس ان اي زد يعني الاحداث الشمالي والشرقي وكمان المنسوب. طيب لود، لود ده يعني تحميل. لو انا عندي نقاط هنا ممكن احملها، اشوف النقاط اللي رفعها الشيخ محمود قد ايه، انا ممكن احمل منهم نقطه واقول له هي دي اللي انا عايزها، تمام. هنا ريسكشن زي ما بقول لك، انت لو انت واقف في مكان كله شمس وانت عايز تشتغل بالفري ستيشن الشغل الحر، فبتقف في اي مكان يعجبك وتبدا يقول لك حط النقطه او ريسكشن، بيقول لك تشتغل اي ان زد ولا اليفيجن. اليفيجن يعني مناسيب، تمام. بس هنا اي ان زد يعني احداثيات شمالي وشرقي وكمان مناسيب. بقول له اوكي، ببدا اقول له اوكي والانتر اهي، بيقول لي وجه لي على النقطة وابدا اعمل لها ميج. بوجه مثلا على النقطة وابدا اقول له ميج، وبعدين بيقول لي وجه لي على النقطة الثانية واعمل لها ميج، كده رفع نقطتين. وانا النقطة الثالثة عمل ايه؟ عمل مثلث اللي هي عملية الربط بتاعتنا، كده ربط ربط. بعد ما ربط تقدر ترفع او توقع ايا كانت الامور. هنا انا هشتغل كان هي النقطة دي اللي انا شغال عليها، تمام. بقول له بي بي اس ان اي زد، بقول له اوكي، بيقول لي طيب النقطة الثانية. طبعا بتفترض انت كل الكلام ده لو عندك النقاط دي بتحطها، طبعا احنا نشتغل كانها احداثيات زي ما هي موجوده، اوكي تمام. بي طبعا الاي بتاعتنا اهي، وهنا بيقول لك الباك سايت النقطه الخلفيه، باك سايت يعني نقطه خلفيه. الاي بي اس طبعا الاحداثي الشرقي، الان بي اس الاحداثي الشمالي، الزد انا ممكن انزل اغيرها اخليها له 99 مثلا اهي، وببدا اقول له اوكي. بيقول لي وجه لي عليها بعد اذنك. علي علي القفل عند الجهاز يا مثلا، ببدا اروح جاي موجه موجه عليه اهو من الناشن كان ده، ابدا اخليه هو قصادي. واروح جاي في الحركه السريعه، تمام، وببدا ابص عليه. بتبدا بتحرك بالمنظار بايدك وتقفل كمان، وتبدا تشوف هو فين بالظبط، وتوجه على العدسه بايدك وتبدا تقول له يس هي دي النقطه. طيب او تقول له ثانيه، بتقول له ميج كده، هو رفعها، رفع النقطة، تمام. بتبدأ تقول له خلاص اوكي اوتو اللي احنا قلنا عليها فوق اللي هي ايه؟ اوتوماتيكلي اللي هو رفع وحفظ في نفس الوقت، تمام. هو كده بص جالك ريكوردر حفظها بعد اوكي، انت اعملها اوتو من الاول على طول، تمام، من غير ما تدوس ميج. بيقول لك الارتفاع البريزم ل اتش ار، الاولى كانت اتش اي، اتش اي يعني ارتفاع الجهاز، اتش ار ارتفاع البريزم. بيقول ارتفاع البريزم متر 55، لا انا بقول له لا متر 65، وحطيتها وببدا اقول له انتر. بيقول لي الكلام ده اوكي، النقطه دي رقم كام؟ بقول له 6، لا هي النقطه دي مثلا انا رقم
2. بقول له اوكي تمام وحفظها. انا بقى دلوقتي عايز ارفع على طول. انا كده بشيك على النقطة ربطت بيها، ببدأ اقول له اوكي تمام. نزلني على طول على observation. observation يعني هنا رفع. خلاص انا كده عملت اتممت عملية الربط بتاعتي، اتممت عملية الربط. بعد كده بيدخل على عملية رفع اي حاجة. اتحرك يا علي على اي نقطة يا علي، اتحرك على اي مكان مفيش مشكلة. بيبدأ علي يقفل في اي مكان، انا ببدأ برضو نفس الكلام بوجه عليه بالناشن كان زي ما انت شايف كده اهو، وبتبدأ تقفل الحركة السريعة او الحركة البطيئة، وتبدأ تبص على البريزم هو فين. وتبدأ تقول له مثلا خلاص اوبزرفيشن، خلاص انت بتدخل تقول له ميج او هنا اهو. ده برضو بدل ما تقول له اوبزرفيشن من هنا بترفع من هنا، وبتقول له خلاص اوتو. اوتو يعني بيرفع ويسجل في نفس الوقت.